إذا أعزائي، كفتة نبيل المتبلة بلفاء في البتنجان المقلي أو المشوي طبعا. بكيت من كفتة نبيل المتبلة، كيلو من البتنجان المقطع إلى شرحات مقلي أو مشوي، لتر من صلصة البندورة البيتية وشوية ملح وفلفل. كثير بسيطة بس بتطلع جميلة جدا. طيب في ناس سألوا ليش ما حمرنا الدجاج؟ بصير بقدر وبقدر لا، احنا عادة المكتوب ما بنحمره، بنعمله زي هيك. انا بسوي هيك. طيب في اجانا كثير ناس عم بيسالوا، جاوبونا ايش اسم. هلا بدي اسالك سؤالين اول شيء، ارجع للغنيه نسيت. كلمات والحان مين؟ كلمات دكتور وليد ابراهيم، اردني عايش بالسعوديه. حلو. والحان عامر محمد، اخوان هم. طب وكيف تواصلت معه؟ اتصلت عن طريق عامر. هم اخوان، عامر وليد اخوان. بس واحد اسمه قصيدة لعمان، هو كاتب قصيدة لعمان. حلو. عامر محمد لحنها حبوه. وسمعت عند عامر توزيع دكتور ايمن عبد الله. حلو، حلوه حلوه الاغنيه. طيب اما اسم امي جلس، هي مختصر مختصر جلس، بس طلع انه اسمها جلستين اسم قديسه، قديسه بفرنسا. صحيح. اما على علمك يعني في ناس جاوبونا ايش يعني جلس، اللي هي سيدة من الجمال القوي الشديد. الله. امرأة شريفة، خمرة عتيقة، صخرة عظيمة شديدة، يعني كلها شغلات حلوة. الله يطول بعمرها يا رب. الله خليلك. طيب شيف نعمل أوكي. عظيم. إذن كفتة نبيل المتبلة أعزائي هي عبارة عن لحمة مفرومة عليها بقدونس، عليها ثوم وعليها بهارات، بتكون بها شكل. ممكن أشويها بمقلاة قلي سطحي، ممكن بالفرن على حرارة 180 مئوي، ممكن كمان على الفحم بالشبك. بس احنا هون طبعا عملناها عن طريق الفرن وجهزناها. الفكرة الآن منها انه نجيب الباذنجان بهالشكل، ممكن اقليه ممكن اشويه، بس انا اليوم هي بالوصفة قلي، بس انا عبيت باخر لحظة عملته شوي اساس انه هيلثي اكثر. خاصة انه تستطعم بالطعم الباذنجان لما تقلي، تستطعم بالقلي صح. لا شوفوا، في امكان انه احنا نقلي الباذنجان بس غطسوه بالطحين الابيض حتى نسوي عملية سيلت عليه او عازل عن الزيت، مش مشكلة. هاي عندي هون الباذنجان جاهز، بضيف قطعتين بنص الباذنجانة ونلفها بهالشكل. كمان نفس الموضوع قطعتين. طبعا هذا الكفتة المتبلة شويناها لمدة الوحدة الربع ساعة. تفضل تنتين. عزمنا على منسف اليوم في بقول والله جيرة الله عليك، وعندنا منسف بلدي اليوم ملحمة الشيخ خليل. الأنوار على السريع، الأنوار على السريع، احنا اليوم جايين. تروح والله بروح، نروح انا وياك. انا المنسف قبل فترة عزمنا على منسف بالكرك عند اصحاب لي عندهم استراحة الكرك. حمودي مصار وابو صقر، فاستغربت عندهم شيف منسف. يعني أمي بتسوي منسف صراحة، وكثير ناس يجوا عندي أكلوا منسف بيقولوا يعني أمي بتعمله كثير زاكي، بس اللبن بيكون في إشي يعني في سمن أو إشي أصفر. لما كنا بالكرك سمن بلدي. إشي أصفر. تميد تميد أصلي. فكنا بالكرك كان أبيض بيور. هقول لك ليش الجميد الكركي، الجميد الأصلي هو أصلاً يعني الست سنة أم بنات عملته مرة عنا هون. لونه أبيض، دي بقرص، شو بسموه القرص، هو سموه إشي رأس الجميد، لا سموه سمته إشي. هو بيقول لي إحنا أبيض أنا سألته بفتي ليش بيزينا زي ما هو بمرسوب، ما بحطوا عليه إشي، بحطوا السمنة بلدي لا ولا إشي ولا إشي. هناك إحنا لونه أصفر. الجميد عبارة عن لبن جنينة، بضيفوا له 10% ملح، بعدين بحطوه في كيس حتنزل منه مصر اللبن، وبتسوي جميل. بعدين بيعملوا هيك. نرجع طبختنا. أوكي. هاي الفكرة، الفرن مولع جوا على 180، وبدنا نعمل عملية شوي بالفرن على حرارة 180 لمدة 3 ساعة. أنا هون مجهز، عندي جوا جاهز. 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 هنجيبه بس يلا. حط هذا الفرن ونجيب الثاني. ما هي شايف؟ أوكي. أوكي أوكي. في كتير ناس عم بطلبوا مشان الله بدنا طريقة المنسف، وبدنا المنسف. عملنا المنسف، المنسف عملناه أول ثاني حلقة يمكن عملناه. شوفوه على اليوتيوب حبيبنا، شوف كيف تطلع الطبخة عندنا هون. هاي جاهزة، هاي بندورة صح شف؟ صلصة بندورة بيتية. طبعا كيف بدنا نسوي صلصة بندورة بيتية؟ العلب هذول لا مش ربع بندورة، صلصة 4-5 حبات بندورة بالخلاط، شوية مي عليهم نخلطهم، نحطهم بالطنجرة، نحط لنا شوية زيت زيتون، شوية رب البندورة، ملح، سكر، رشة صغيرة، بتطلع إشي سوبر. شيف بسألوك شو حطيتي بهارات على الحمص؟ على إيش؟ حمص.
الحمص ايش؟ يعني شكله الدجاج لما سلقته بالحمص تبع المفتول. لا احنا الحمص حطيناه مع المفتول، بدينا بصل ناعم مفتول فلفل اسود زيت زيتون خلطناهم حطيناه بالطنجره حتى نعمل عمليه ستيمينج طبخ على البخار، وبعدين كل البهارات كانت تحت بالصلصه البهارات الطيبه. اوكي انا بتذكر اكلتها مره الاكلها مش عارف وين. في لا عن جد بتذكر مش عارف في منها ريفي ميل من نبيل اسمها كفته نبيل المتبله. تيجي وجبه انا بكره حجيب مجموعه وجبات نبيل كلها 8 وجبات عندنا، هاي هيت اند ايت 8 دقائق بالمايكرويف نفس والله. الفكره نفس الفكره حنشوفها بكره ان شاء الله. راحت عليها. لا ما راح عليك شيء، اعطيني بعت لك اياها عنوان البيت انا بوديك على البيت ولا يهمك يا حبيبي توفيق. مجدولين ياسين بتسلم عليكم. الله يسلمك يا مجدولين. هالة الأغبر وتهاني أبو زينة كمان، ومين كمان؟ ليان المصري تحبك كتير. حب العافية thank you. و و و آيات عنان كمان بدها آيات بدها طريقة عمل المعمول. عملنا المعمول عملنا على اليوتيوب موجود. ليش الصلصة مش حمرة مع المفتول؟ في ناس بيعملوا ممكن تسوي لها صلصة على جنب، في ناس بحطوا لها كوسة والقرع، بس احنا سويناها بطريقة شوي محايدة، فممكن يعملوها بالطريقة اللي بدهم اياها. طيب في عدي بطلب من، انا بتابعكم من استراليا وعن جد برنامج رائع وانا متابع واعمل نفس طبخاتكم، بس سؤال للشيف، هون باستراليا ما في مفتول جاهز، كيف ممكن افتله او أوكي. اعمل حبات المفتول؟ جاهزين، اسمح كيلو كيف. تبدا برغل ناعم، برغل ناعم تبعد التبوله، بنجاب سدر الومنيوم اذا ما عندكش اي نوع سدر اللي هو موجود، بترش طحين جوا السدر وبتجيب كمشه برغل وبترميها وين؟ على الطحين، وبنفس الوقت بيدك اليمين تبدا تفتل مع اضافه قطرات، يعني اذا بتجيب مثلا انت مرق دجاج او ميه ومعك بخاخ بصير تبخ على الطحين والبرغل مع الفتل بيستمر، فبعد شوي راح يصير عندك تشك عندك حبات المفتول، فشوي شوي بصير عندك الحبات تكبر، فلا تكبرها كثير انت، وبعديها بتشيلها عاد وبتحطها على جنب وبصير عندك هذا المفتول. هاي الطريقه الصح للمفتول 100%. وبحب اقول لكم انه انتم معزومين على المنسف، هذا هو منسف كركي اصلي لانها موجوده بالكرك، فبقول لي انتم العنوان الكرك الهاشميه، فيعني منسف الله يسعدك للآخر. تسلم تسلم ما بيقصر والله. ووردة الكرك كمان تعزمنا على منسف، منسف كركي إن شاء الله يا رب. ولي خطير، أنا أكلته عند الشباب بالكرك خطير جدا يعني. ما هو ليش الجميل الكرك تحديدا طيب؟ لأنه مرعى الغنم، المرعى في عندهم أعشاب بالبرية كثير طيب الجبال، فالجميل بالتالي لما يسووا اللبن بيطلع الجميل عندهم بشهي. وسام أحمد بتسلم عليكم، وندى الندى شكرا لك، وهات نرجع نشوف مين كمان. شو هاي مضيء الزينة هذا اهم شيء عندي انا، كفتة نبيل المتبلة، فنجان سلطة البندورة، اشي يعني صراحة هذا ممكن يعني بنشال بتاكل مع، طبعا ممكن تاكل، ممكن تاكل هذا شوي، ممكن شوي مع بطاطا مقلية جنبه. لا بطاطا بالشاي هذا زيني، هذا زيني أوكي. بس بتاكل طبعا هذا هذا الشومر، اوراق الشومر، هذا ريحان صغير، انا كل زي ما حكيت لك مره حكيت برنامج زارو عندي بالبيت، مع اني ما عندي حديقه زرين. بس قوير صغير عامل شويه ريحان شويه. لا احنا عندنا المواضيع هاي الزرع عندكم نعناع امي تحبها نعناع وريحان وليمون رمتكتك ومشمش واسكدنيا وكرز حلو وعنب. والله تكتكه جبت لنا هيك فنان متكتك والله ابوي بيسعدها والله بتغلبه لابوي مسكين.